أكيد بنرجع نجدد صبحيتنا لكم مشاهدينا من أول وجديد، ونحن هلأ وصلنا معكم لزاويتنا الحوارية الأخيرة اليوم اللي رح نحكي فيها عن الخدع السينمائية، ورح تكون ضيفتنا لليوم خبيرة المكياج التلفزيونية والسينمائية رشا حلوم. طبعا مشاهدينا كلاتنا بنعرف قديش هيدي القصص بتأثر بنقل مشاهد معينة أو يمكن تكون أقرب إلى الواقع والحقيقة. لحتى نتعرف على هيدي الخدع مع بعض اكيد بيسعدنا نرحب فيها سوا. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك. رح نبلش معك ببدايات هذا المشروع. انت بلشتي بقصص الخدع السينمائيه والتلفزيونيه ومكياج بشكل عام. بلش عندي الموضوع اهتمام مجال التجميل بعد التخرج من الجامعه. حبيت دور على شيء بنفذ فيه هوايتي وميولي. كان عندي شغف موضوع المكياج او الخدع السينمائيه. بلشت اول شيء بالمكياج العادي، حاولت نفذ خدع سينمائيه، بلشت اشتغلها شوي شوي وطورت حالي فيها لحتى بعدين عملت دوره مساعد مخرج وتعلمت تفريغ النص التلفزيوني بما يلائم عمل الماكير وصرت اشتغل بهذا الموضوع. طب هلا بتحسي انه هيدا الاختصاص بالتحديد بيحتاج لدراسه، ولا نحن لا ممكن موهبه لحالها ما يكون في يعني شيء اكاديمي ممكن انها تكون تعطي نتائج يمكن احسن من اللي بيكون دارس؟ صحيح. هلا اي مجال بالحياه اذا عندك شغف فيه بتحسي حالك انك قادره انك تطوري في حالك. طبعا بده شويه دراسه، في قصص الواحد لازم يمشي عليها اكيد، في قوانين لازم تتبعيها أثناء العمل طبعا، وبيجي الاهتمام والمثابرة التجريب وكمان الهواية، ولازم تعتمدي شوي على شغلات أكاديمية طبعا. كله بيكمل بعضه. بدنا نحكي عن القصص اللي بتعتمدي عليها بتطبيق هيدا القصص أو هيدا المشاهد اللي عم نشوفها هلأ. من حيث المواد او من حيث شو؟ القصص بشكل عام، انه اي ممكن طلب المشهد او في حال مثلا هيك شيء، ممكن المواد اللي عم تستخدميها، ممكن الاشياء اللي بتكون موجوده. هلا المواد اللي عم تشوفيها كلياتها مواد طبيعيه التصنيعي، من مواد موجوده بالبيت ومواد بسيطه ممكن جيبها من السوق واشتغل عليها شوي وطالع منها انها خدع. هلا انت معاكي هيدي المواد، اذا بتعرفينا عليها اكثر بتفرجينا كيف الاليه اللي انت بتشتغلي فيها. هلا طبعا هدول ادوات نحت بيستخدمهم دكتور اسنان بيستفيد منهم، فراشي تلوين كمان اللي بيستخدموها الرسامين، وفي فراشي منها للميك اب، الدم صناعي، تصنيع بعدة مواد. طبعا المواد ما متوفرة هون، فبحاول كل مرة بيكون تصنيع محلي. تصنيع محلي بيكون. وعجينة هي عبارة عن نشا. تمام. نشا وطحين وفازلين مع شوية فون. طيب شو حاطة ببالك هيك اليوم تعملي لنا شي خدعة؟ اللي بدك اياه. انت حضرتي لنا شي؟ هلا اي شيء جاهز يعمله على الهواء، اذا بتحبي مشان الوقت فيني اعمل جرح صغير على ايدي. يلا اوكي. هلا قديش لما اللي بتشتغلي فيها للقصه هيك يعني هلا بشوفها بيوجعه قلبه، بقى انت قديش عم بتجربي انك توصلي للتفاصيل الصغيره؟ يعني احنا بنشوف لما بنلاقي جرح بايدنا او هيك في تفاصيل كثير ناعمه، بتجربي انك تظهريها؟ اكيد طبعا. هو لحتى تنجحي بهيدا المجال لازم تكون عندك نظرة مختلفة عن نظرة الآخر، دائما دققي بالتفاصيل أي وجه بتشوفي. تعرفي حتى صرت أنا أشوف مشاهد لعمليات جراحية لحتى أطور شغلي. عمليات جراحية، جروح، حروق، أي شيء، دائما بحاول أشوف الصورة الطبيعية قبل ما أشوف بس بدي قوة صور. أكيد. شو هو الأصعب، إنه نحن نعمل جرح أو شيء بيتعلق بهيدي القصة، ولا نكبر حدا بالعمر أو نصغر حدا بالعمر؟ من هلا كل شيء له، كل شيء له آلية عمل خاصة. لا بالنسبة أنا بحس التكبير حدا بالعمر أو تصغيره شغلة كتير سهلة، ما أنا بهالصعوبة، بس لا إنه الشغلة اللي أكتر بدها حرفية طريقة التعامل، إن كان مع جرح أو مع حرق أو مع أي شيء أنت عم تشتغلي. فأحيانا بيكون عندك عمر زمني، العمر للضربة بدك تتماشي مع، خاصة إذا عم تشتغلي أنت بفيلم أو مسلسل، ف
فبدي يكون عندك متابعة أنت للشغل اللي أنت عم تشتغلي بحيث تعرفي أنت شو اشتغلتي. هلا على نفس المساحة أنا ما زيد معك المساحة يطلع المشاهد أنه في استخفاف لإله، أنه تكوني عاملي جرح مساحة أكبر طبعاً. أو ترجعي بعد فترة يبين عمر الجرح غير العمر اللي أنت اشتغلتي فيه، فكتير شغلات لازم تاخديها بعين الاعتبار. ممكن شغلات التكبير والتصغير تكون أسهل. تمام. قديش بتحسي كمان يمكن صعب هلا اوقات نحن بنحضر افلام معينه غالبا بيكون في شخصيات فرض عليها مثلا تكون مشوهه، صحيح، من ناحيه انه وجهها مشوه، قديش بتحسي هون يعني الشغل على الوجه خصوصا بحاله التشويه، يعني انت عم تخلقي خلقه جديده بنفس الوجه؟ صحيح، يعني وش جديد بنفس الوجه، قديش صعبه هي؟ صعبه، فيها اكيد فيها صعوبه. قد ايه ممكن تاخذ وقت؟ هلا ممكن حسب هلا الوقت اللي بتاخذيه بالتصنيع اخف من انك تاخذي تطبيق. فاحيانا كمان ممكن تعملي اي خدعه او اي شيء بسيط يكون ضيانه مده قليله، فاذا عم يتم تصوير مسلسل ممكن يكون ضيان مثلا الخدعه معك على الجلد، اذا مانك ملزقتيها بمواد اصليه ممكن تاخذ ساعتين ثلاثه. فبدك تضلي دائما متابعه شغلك، ممكن هو شغل متعب. هلا وين وصلنا بالجرح؟ هلا انا اكيد ما فينا نشتغله بالدقه اللي بدنا اياها لانه مو كل المواد موجوده. تمام. فمن حيث المبدا هي عجينه. تمام، ايوه. بنحاول نمدها على الايد. تمام. هلا عم بيتم حفر مكان الجرح او هو عم يدمج العجينه بالجلد؟ بس بالمواد اللي معنا انه هلا باللاذقيه ما كثير في مجال لهيدا الاعمال. صحيح. يعني ان كان سينما او تلفزيون هي اعدادها قليله، كيف عم بيتم تسويق هيدا القصه من قبلك لحتى يكون في بالنهايه اشياء تشتغلي عليها؟ هلا هو اكثر شيء انت بدك تدعمي حالك، اذا ما انت طورتي حالك ما بتشوفي مجال انك انه حدا يطورك. طبعا بنحتاج كثير لدعم بهيدا الموضوع، بس انا بالنسبه لإلي انا شخصيا بحاول اشتغل شيء دائما بستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لاراء الاصدقاء، بلشت هيك بعد الدوره اللي ساويتها، فصرت داخل الوسط في ناس كثير ساعدتني بعد ما تعلمت تفريغ النص التلفزيوني. وحاليا من حيث تعليمي انا لهيدا الموضوع صرت عم علم معاهد الخدع السينمائيه ودرسها. تمام. فشوي شوي بتلاقي لها جمهور؟ اكيد كثير. جرب نشوف على الكاميرا بليز. هلا لسه عم نشتغل، بس عم نشتغل من حيث المبدأ، أكيد منا بهي الدقة اللي راح تكون لأنه لسه بدها شوية تلوين. هون بنرجع بنلون بالفونديشن. تمام. نعملها للعجينة مدموجة مع الجلد تماما. يعني هلا بينت أقرب للحقيقية؟ هلا مو مقتنعة فيها أنه أقرب للحقيقية لأنه المواد سريعة وكذا. لا لا بتوجع القلب ما تاكل. لا لا أنا وجعني. كان بدها شوي من هون تغميق باللون الأسود أو البني لنعطي عمق للجرح. وشوية سيلان للدم هون. هلا بدنا أقول لك سلامة قلبي. هلا بالنهايه يعني هيدا الموضوع صار بالنسبه لك مهنه، ما بس بقى هوايه. أكيد. ممكن انت تمارسيها باي وقت. تحكي لنا شو طموحاتك لقدام، كيف ممكن تشتغلي على حالك لقدام، وشو مخططاتك للمستقبل؟ لمخططاتي انا بما اني اخذت الشغله عن شغف وعن حب للمهنه، فدائما عندي طموح اني اطور حالي اكثر، اني ممكن اشتغل اعمال كبيره مع ناس كبار. وطبعا بيضل الواحد بالنهايه بلده هو الاساس. رح بلش اول شيء بضمن البلد وطور حالي شوي شوي. ان شاء الله يا رب، اكيد بنتمنى لك كل التوفيق. بين يعني التلفزيون والسينما اي بتفضلي اكثر؟ هل بتحسي السينما اسهل ولا التلفزيون هو بيطلب وقت اكثر؟
هلا كل مرحلة وكل مكان له أسلوبه وله معاييره الخاصة. لا الاثنين حلوين، ولكن وأي شيء بتفضلي أنت بتحبي قادرة أنك تثبتي حالك فيه، إن كان سينما أو تلفزيون. بس السينما فيه مجال للإبداع أكثر من حيث الشخصيات، بيكون شغلك خارج عن المألوف. يعني هلا هو الحقيقه اكيد نحن بدنا نتمنى لك التوفيق، بدنا نتمنى هيدا الفن يكون منتشر اكثر من هيك. يعني نحن بنسمع بالخدع السينمائيه طبعا. بس مثلا ما بنشوف معهد بيدرسها او ما بنشوف حاليا عم ندرسها هلا، ما عم بحكي قبل ما كنا نشوف انه هي منتشره، غالبا كنا نشوف انه اخصائي الميك اب هو اللي بيجرب انه يزبط هيدي الامور، بس كانت بقصص بسيطه يعني مثل كدمات او هالقصص، مو لهيدي مظبوط، ما كان الى هي النواحي الاكاديميه الدراسيه. تمام، فقديش يعني بنتمنى انه فعلا يكون في انتشار لهيدا الفن. خلينا نحكي على صعيدك انت الشخصي، قديش بتحبي انه يكون فعلا متعارف عليه، له اكاديميات أكيد. خاصه انه تدرسه؟ اكيد. هلا انا بالنسبه لي بخصوص عملي، انا لو كنت دارسته دراسه اكاديميه ضمن البلد اكيد كان عندي مجال للابداع اكثر، بما انه عندي شغف انا وعندي حب لهيدي المهنه، فيا ريت ان شاء الله. يا شاء رب الله. اكيد بنتمنى لك كل التوفيق، واهلا وسهلا فيك. سميري اهلا وسهلا فيكم، شكرا لاستضافتكم. اكيد نورتي صباحنا سيده رشا حلوم، بدنا نتمنى لك مستقبل واعد ومزهر ان شاء الله. شكرا لك، يسعد صباحك. يسعد صباحك. مشاهدينا نحن هيك بنكون وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم، اكيد بنتمنى تكون المواد اللي قدمنا لكم اياها نالت اعجابكم، ونحن اكيد بنلقاكم الاسبوع الجاي من هلا لوقتها. تبقوا بألف خير، بلشوا نهاركم بمحبة وتفاؤل وأمال. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. صباحك بتور، يعطيك العافية. أكيد مني ومن كادر العمل أجمل تحيات بقضاء وقت ممتع مع بقية برامجنا، برامج قناة أوغاريت. إلى اللقاء.